ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام هو وبلال بن رباح وأسامة بن زيد، ويطلب من بلال بن رباح أن يؤذن أول أذان في الإسلام في المسجد الحرام، ويقيم بلال بن رباح أول أذان في الإسلام، لدرجة أن المتغطرسون والكافرون قالوا لم يجد النبي سوى هذا الغراب الأسود ليؤذن في المسجد الحرام. وينزل الأمين جبريل بقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يكن أغناكم لم يكن أبيضكم، ولكن قال الحق تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح، فكلكم